أهلا بكم في مرايا. قبل وحتى بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، كان مجتمع الفن في هوليوود، قلعة السينما والدراما، هو الأشرس في محاربة الثري الأمريكي الشهير. مع مجتمع هوليوود طبعا كان مجتمع الإعلام والميديا بشكل عام، وكلنا يعلم عن القوة الجماهيرية التي يحظى بها نجوم الفن السابع، ليس في بلاد العم سام فقط بل على مستوى العالم. أتكلم عن السينما الأمريكية. لم ينجح أساطين هوليوود وعلى رأسهم الممثلين في منع الإعصار الترامبي من الاجتياح، بل الاكتساح العارم ماسحا عن دربه كل عائق ومنافس. لا صحف، لا فضائيات، لا ممثلين، لا مغنين، ولا حتى زعماء عالميين، ولا استطلاعات رأي، ولا حتى رجال الدين وعلى رأسهم بابا الفاتيكان نفسه. رغم كل هذه الهجمات المنظمة المستمرة لإسقاط شخصية الرجل وحرق صورته وتأطيره في الوجدان العام بصورة التافه المهرج الغبي الغني المريض، فاز الرجل بنتيجة كبرى، وفاز حزبه بالأغلبية المريحة في مجلس الشيوخ والنواب، كما ضمن أي حزبه هيمنة الجمهوريين على المحكمة الدستورية العليا. يعني فوز مركب ومضاعف. فكيف ولماذا أخطأت هوليوود بهذه المجازفة؟ الحق أنه لا يوجد من يمتلك الحقيقة والصواب كل الوقت، ومجتمع هوليوود خاصة الممثلين والكتاب يغلب عليهم في العادة، يعني يغلب عليهم النزعات الليبرالية أو اليسارية، وقليل هم من يعلن عن ميوله الجمهورية المحافظة ويجهر بها علنا ويجهر بتأييده لترامب. ومن هؤلاء القلة الممثل والمخرج الأمريكي الشهير كلينت إيستوود. في سابق الزمان الهوليودي كان اليمين وليس اليسار أو الليبراليين هم من يهيمن على عالم هوليوود واستوديوهات هوليوود، ويقصي كل يساري فضلا عن الشيوعيين، يعني اللي هم صورة المتطرفة من اليسار، عن المشهد، لأنهم أعداء أمريكا الرأسمالية المحافظة. حتى ولو كان هذا الشخص اليساري مبدعا متميزا بقيمة السيناريست الشهير دالتون ترامبو، ويا للمفارقة، فاسمه الأول والأخير يشبه اسم الرئيس الأمريكي الفائز حاليا دونالد ترامب. دالتو ترامبو الذي كان مكروها من قبل المجتمع الهوليودي، كما دونالد ترامب الرئيس مكروه اليوم من المجتمع الهوليودي، يعني انقلبت الآية. على كل حال، ترامبو السيناريست وليس الرئيس اتهم في النصف الأول من القرن الماضي بالشيوعية، وتلك في وقتها تعتبر تهمة خطيرة جدا، حين بدأت مقدمات الحرب الباردة بين العالمين السوفيتي والغربي طبعا بقيادة أمريكا. عانى السيناريست ترامبو كثيرا وحرم من عمله ولوحق وحوكم وسجن، ومات بعض زملائه قهرا، وكتب بأسماء مستعارة بعض الأفلام التجارية وغير التجارية حتى يكسب قوته ويحقق موهبته. ثم انفرجت الأزمة وصار دالتون أي ترامبو اليساري العتيد أيقونة من أيقونات صناعة الأفلام في أمريكا. إنها هوليوود المشتعلة دوما فنا وسياسة، كما حاليا مع ترامب وسابقا مع ترامبو. فيلم دراميون أمريكي عرض عام 2015 من إخراج جاي روتش، أهم أبطاله براين كرانستون وديان لين وهيلين ميرن ولويس سي كي وآل فانينج. يروي الفيلم قصة كاتب السيناريو الشهير دالتون ترامبو، الذي كان ضمن أشهر المؤلفين في هوليوود في الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين. الفيلم يروي قصة سجن ترامبو وإدراج اسمه على القائمة السوداء من قبل الكونغرس الأمريكي بسبب مواقفه السياسية. يوضح الفيلم كيف اتهم ترامبو وتسعة مؤلفين ومخرجين آخرين بتأييدهم للاتحاد السوفيتي. كان هذا سابقا، الآن كما قلنا انقلبت الآية، فصار أهل الليبرالية هم من يقصي خصومهم في الميديا والفن، بل وتصل الحالة أحيانا إلى درجة الهجاء المقذع، كما فعل النجم الأمريكي الشهير روبرت دينيرو مع ترامب قبل الفوز طبعا. He's a national disaster. He's an embarrassment to this country. It makes me so angry that this country has gotten to this point, that this fool, this bozo has wound up where he has. He talks how he wants to punch people in the face. Well,
I'd like to punch him in the face. This is somebody that we want for president? I don't think so. What I care about is the direction of this country. And what I'm very, very worried about is that it might go in the wrong direction with someone like Donald Trump. نجم أفلام العراب وسائق التاكسي والثور الجامع، هذه عناوين من أبرز أفلامه. روبرت دينيرو لم يكتفي بإبداء موقفه الصارخ ضد دونالد ترامب أو الرئيس دونالد ترامب، بل صار يوالي ويعادي على هذه القضية ويمتحن زملائه في الفن على الرأي في ترامب. رفض الممثل والمنتج الأمريكي روبرت دينيرو التقاط صورة مع النجم أرلند شوارزينيجر خلال حفل جمعهم في بيفرلي هيلز، اعتراضا على مساندة الأخير للمرشح الجمهوري دونالد ترامب. دينيرو أصر على سؤال نجم أفلام الحركة شوارزينيجر: هل ستصوت لترامب؟ إذا كنت تساند ترامب فلا علاقة لي بك. لم تكتفي هوليوود بنجومها التاريخيين أمثال روبرت دينيرو، بل حتى بالوجوه النسائية القريبة بكل حضورهن ونجوميتهن ويأسهن ربما، مثل ما صار مع النجمة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية نجمة المسلسل الشهير ربات البيوت اليائسات إيفا لونغوريا. إنه لشرف عظيم لي أن أتواجد هنا في هذه الليلة، وإني فخورة أن أقول إنني أساندها. هذه الانتخابات بالنسبة لي وعلى غرار الكثيرين منكم لها اعتبارات شخصية، فأنا أتحدر من مدينة صغيرة تقع جنوب مدينة تكساس. وإذا كنتم على دراية بتاريخ بلادكم فإن تكساس كانت فيما مضى جزءا من المكسيك، وأنا مواطنة أمريكية من الجيل التاسع وعائلتي لم تعبر الحدود إطلاقا، وإنما الحدود هي التي عبرتنا. في هوليوود حتى الممثلين غير الأمريكان، يعني اللي ما مش مواطنين أمريكان من مجتمع هوليوود، ساهموا في حفلة رمي ترامب بطماطم السخرية وبيض التهكم، مثل البريطاني ريكي جيرفيه. I quite like the idea of him being president. I quite like the idea. It's like an 80s film when a toddler gets to... It's a body swap. What does this button do? Don't touch that, Donald. Don't touch that. That's not the pizza button. That's not the pizza button, Donald. That's the other one. The red button. Don't touch the red button. The blue button is for pizza. واستمرت هوليوود حتى بعد فوز ترامب بالرئاسة في موقفها المعادي للرئيس المنتصر ترامب، بل وهدد بعضهم بالهجرة من أمريكا. هوليوود لم ترفع المنديل الأبيض يبدو. President elect of the United States of America Donald Trump. فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية أحدث انقساما في الشارع الأمريكي وحتى في هوليوود التي انتقد معظم فنانيها ممن يعبرون عن ضمير أمريكا الرئيس المنتخب إبان حملته وبعدها، حتى أن عددا من أبرز مشاهير السينما الأمريكية أكدوا دعمهم حق التظاهر ضد ترامب. اليوم وأنا أعلم أنني حرة وكل الناس أحرار ومن حقهم التعبير عن استيائهم، أعتقد أن على هذا البلد أن يظل متحدا وأن يتحدث الجميع ضد سياسات التفريق وأن يعبروا عن قلقهم على مصير الجيل القادم الذي قد يتأثر سلبا بما يطرح. آخرون رفعوا الأعلام الأمريكية والمكسيكية في إشارة إلى قلقهم من ما أعلنه ترامب خلال حملته الانتخابية عندما وعد ببناء حائط يفصل البلدين ويضع حدا للهجرة. ذلك التعصب والعنصرية والجهل والتحريض على العنف وتشجيعه الناس وسلوكه العام ونظرته السلبية إلى البشر وافتقاره إلى التعاطف مع غيره، كل ذلك لا يمثلني كمواطن أمريكي. ولا يبدو أن كثيرين في هوليوود سيغفرون لترامب خطابه المتعصب وعنصريته وتحريضه الذي لم تشهد أمريكا مثيلا له. فوز ترامب كان أمرا مزعجا، علينا أن ننهض كأقليات وأن ندرك حجمنا وأن نستجمع قوانا، على النساء أن يتحدن وعلى ذوي البشرة السمراء أن يعملوا معنا، على الجميع أن يتحدوا مع أخوانهم وأخواتهم المكسيكيين. الفكرة من هذا الكلام، يعني استعراض نجوم الفن الأمريكي حتى في الغناء كما رأينا في التقرير السابق، هو توضيح الصورة وتبيان الفارق بين السياسة والفن.
وأيضا حقيقة أخرى هي أن الفنان مهما بلغ من انحيازه لتيار سياسي، وهنا نتحدث عن التيار الليبرالي، ومهما بلغ من محبة الناس لهذا الفنان وإعجاب الجمهور به وبعمله حتى على مستوى العالم، فهذا ليس شيك على بياض للسير خلف النجم بالمعنى السياسي. هو أيضا درس لمن يراهن على تسويق في العالم، لمن يراهن على تسويق مشاريعه السياسية أو الاجتماعية عبر جماهيرية هؤلاء النجوم. يعني أنك بس تخلي النجم هذا ينحاز لك على طول تضمن التأييد والاكتساح، هذا درس. ليش؟ لأن اللي جرى مع يعني فطاحلة أو نسمي نقول فطحلات السينما الأمريكية يكشف أنه هذا الأمر ليس مضمونا باستمرار، لأنه الموجة الشعبية الأمريكية ترامبية اجتاحت الكل. وأخيرا، ليس هذا حديث عن الرئيس ترامب، يعني ليس هذا حديث سياسي عن الرئيس ترامب، بل نحاول أن نسلط الضوء على مسألة العلاقة بين الفن والسياسة، وأيضا عن وزن هوليود في ميزان الرأي العام والتأثير. فقد كان ما فعله ترامب حقيقة مفاجأة بحق الكل ومسقطا لكثير من الأوهام. قال أبو تمام: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللائد. إلى اللقاء.